نظم حزب مستقبل وطن حفل الإفطار السنوي الذي شارك فيه عدد كبير من النواب والشخصيات العامة وقيادات الحزب فضلا عن القيادات السياسية. كان حزب مستقبل وطن قد أعلن من بداية شهر رمضان تجهيز أعداد كبيرة من شنط غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل، ذلك في إطار تفعيل الدور الاجتماعي للحزب تحت شعار خير وطن في رمضان.